نبدأ نتكلم عن الفولت ميتر. الفولت ميتر ديفايس هيقيس البوتنشال ديفرنس اكروس ريزيستنس او اكروس باتري زي ما درسنا في شابتر 1. عايزين بقى نتكلم دلوقتي على الكونستراكشن بتاعه هيكون عامل ازاي. نتكلم كده الاول على الانتدكشن، ان انت هيكون عندك الجلفانوميتر اللي هو السكيل بتاعه مثلا 0 1 2 3 4 5 مثلا بالمايكرو امبير، واحنا عارفين ان الجلفانوميتر ده ليه ريزيستنس اسمها ار جي. فهنيجي ان احنا نعمل اي في ار، يبقى الفي جي الفولت اللي على الجلفانو ده هيكون ايكوال اي جي ار جي. اي رقم بقى الار جلفانو دي ممكن نفترض ان هي اي رقم، وليكن مثلا بواحد، فهنلاقي انه الاحمر ده السكيل الاحمر ده الفولت ميتر ريدنج هتكون 1 فولت او 1 مايكرو فولت، لان انا بتكلم ان الكرنت لما كان 1 امبير 1 مايكرو امبير سوري، والجلفان مثلا ريزيستنس ب 1، فهيبقى عندك الفولت بكام؟ 1 مايكرو فولت. طب لما تبقى ب 2، 2 مايكرو فولت، 3 3 مايكرو فولت، وهكذا وهكذا. يبقى انا اقدر برضه استخدم الجلفانو ان هو يقيس لي الفولت. عن طريق نعمل ايه بس على السكيل؟ الاي في الار، الكرنت اللي معدي اللي هو الاي جي في الريزيستنس بتاع الديفايس اللي هي الار جلفانو، كده بقى عندي السكيل بتاع الفولت ميتر. ولكن ده مايكرو فولت ميتر بيقيس بالملي وبالمايكرو زي ما الجلفانو بيقيس مايكرو ملي امبير، فلو استخدمته عشان يقيس فولت برضه هيقيس بالمايكرو وبالملي فولت، فانا عايز احوله لايه؟ للفولت ميتر يقدر يقرا فولت كبير. فهنيجي نركب الجلفانو اهو معدي جواه كارنت اسمه اي جي، هنيجي نوصل جنبيه مقاومه كبيره اسمها ار مالتيبلاير ان سيريس. يبقى الار ام دي ار مالتيبلاير مقاومه كبيره جدا 4000 5000 اوم، متوصله سيريس مع مين؟ مع الار جي. وبالتالي لما نيجي نوصل الديفايس ده كله كده على بعضه على فولت كبير، يعني عايزين نقيس بقى فولت مثلا على ريزيستنس معينه وكان الفولت ده برقم كبير، ساعتها الار ام تاخد اغلب الفولت او يعني يتقسم عليهم زي ما قلنا الفولت بيتقسم في السيريس، فالار ام تسحب فولت كبير جدا اسمه في ام اللي هو اي جي في ار ام، والار جي تسحب الفولت الصغير بتاعها اللي هو اي جي ار جي. يعني كده ضمنت ان الجهاز بتاعي ما يتحرقش، لان انا لو كان الفولت اللي عندي ده فولت كبير جدا وصلته على الجلفانو على طول، طب ما هو فولت عالي مقاومه الجلفانو مقاومه صغيره ده هيديني كارنت كبير جدا فيحرق الديفايس يحرق الجلفانو. عشان كده وصلت الار مالتيبلاير ان سيريس، لان الار مالتيبلاير مقاومه ايه كبيره قوي، فتضمن لي ان الكارنت اللي هيعدي في الفولت ميتر او في الجلفانو والمالتيبلاير مع بعض كارنت قليل اسمه اي جي اللي بالمايكرو بالميلي فولت اللي يا دوبك يقدر يتحمله الجلفانو. يبقى انا دلوقتي اول حاجه عندي خالص ان الفولت ميتر هو ازاي اوصل للفولت ميتر، اني اركب للجلفانو مقاومه عاليه جدا اسمها ار مالتيبلاير واوصلها ان سيريس. يبقى نمبر 1 كونكت فيري لارج ريزيستنس كولد مالتيبلاير ان سيريس مع الجلفانو. طب الفولت ميتر بيتوصل ازاي؟ الفولت ميتر بيتوصل بارلل مع اي ريزيستنس، يعني ما احب اقيس مثلا الفولت هنا بكام لما يكون مثلا عندي مقاومه، تعالى نفترض انك عندك ريزيستنس ب 3 اوم معدي فيها كارنت ب 2 امبير باستخدام اومز لو ال V equal I for R فهيدينا 6 فولت، يبقى ال V equal I for R equal 2 في 3 equal 6 فولت. احنا بقى عايزين نيجي نحط هنا فولت ميتر يقرا لنا ان في هنا 6 فولت، يبقى الفولت ميتر كديفايس على بعضه بيتوصل ان بارلل مع الكومبوننت بتاعي مع الباتري مع الريزستنس مع الريستات زي ما شفنا في شابتر 1، انما الديفايس ده نفسه من جوه كده عباره عن ايه؟ عباره عن ار جلفانو وليكن مثلا ب 50 اوم مثلا او برقم معين، وجنبيها ار مالتيبلاير وليكن مثلا ب 5000 مقاومه كبيره جدا اضعاف اضعاف الجلفانو ده، بس الارقام دي مثال يعني. طيب هشيلها عشان بس هي اكزامبل مش اكتر. يبقى هو الديفايس الفولت ميتر بتوصل ان بارل، انما هو نفسه من جوه لما نعمل زوم ان كده
بنعمل زوم ان ونشوف هم جوه عامل ازاي، بلاقي ان هو ار جالفانو وار ملتي بلاير الاثنين متوصلين مع بعض ان سيريس. طيب يبقى الويف كونكشن الفولت ميتر بيتوصل بره، وطبعا عشان يقرا البوتنشال ديفرنس ما بين اي تو بوينتس على اي كومبوننت يعني. طيب السنتريك برنسبل طبعا الماجنتيك تورك اكتنج اون ا كويل، اللي هو عشان الجلفانو هو اللي بيقرا الكرنت، فبس بنغير السكيل بتاعه عشان يبقى فولت زي ما شفنا من شويه، وطبعا ان يوصل سيريس ار ملتي بلاير ان سيريس. طيب الملتي بلاير بقى عمل لي ايه؟ اول حاجه هو عمل اكستند الرينج اوف ريدنج، بدل ما كان يخليني ان انا اقيس بالمايكرو بالملي فولت خلاني اقيس بالايه؟ بالفولت. تاني حاجه ميكس ذا فولت ميتر از هول از ا فيري هاي ريزيستنس تو درو نيجليجبل كارنت سو ات ويل نوت افكت ذا فولتج دروب تو بي ميجرد. رقم 3 بينكريز الاكيرسي، رقم 4 بيديكريز السنسيتيفيتي. تعالى برضو نروح نشرحهم بمثال زي ما عملنا في الاميتر. نتكلم مثلا عن المثال ده. دلوقتي انت عندك ريزيستنس 3 اوم معدي فيها كارنت 2 امبير، فثيوريتيكالي كتب بالورقه والقلم انت عارف ان الفولت هنا اي في ار 2 في 3 ب 6 6 فولت. طيب ايه رايك لو انا لسه هحط الفولت ميتر، ايه رايك الكلام ده؟ يعني هعتبر ان الفولت ميتر لسه مش موجود، همسح دلوقتي كده كانه لسه ما جاش. تمام، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ان انا اوصل ديفايس على ال 3 اوم دي اللي معدي فيها 2 امبير، الديفايس ده يقرا لي الفولت. طب الديفايس ده مش اكيد ليه ريزيستنس؟ مش الديفايس ده من جوه مكون من جلفانو ومالتي بلاير؟ المهم ان هو ليه ريزيستنس. طب تعالى نفترض ان الريزيستنس بتاعته 3 هو كمان كده، الكرنت لما يجي عند النقطه دي يحصل له ايه؟ هيتقسم، هيخش هنا جزء 1 امبير ويخش فوق كام؟ 1 امبير، ويبقى الفولت ميتر ريدنج بتاعتي اكتب هنا كده اي في ار يعني 2 في 1.5 3 في 3 على 3 زائد 3 هيطلع لي كام؟ 3 فولت. يعني انا ثيوريتيكلي من الاول اصلا عارف ان المقاومه 3 اوم دي معدي فيها 2 امبير، المفروض الفولت يطلع 6 فولت. لما اركب جهاز يقرا لي الفولت ميتر الفولت بكام؟ يخلوا لي 3، يعني ايرور 50%، كان المفروض يقرا 6 دلوقتي بقرا 3، ايرور كام؟ 50%. ايه المشكله؟ ان انت استخدمت فولت ميتر مقاومته قليله مش عاليه. طب ما تيجي نجرب كده ان احنا مثلا نخلي الفولت ميتر ده عنده مقاومه اعلى من كده شويه. تعالى مثلا نخليها مثلا 15 15 اوم، يبقى الفولت ميتر هيقرا 2 امبير، ف 15 في 3 على 15 زائد 3 ده هيوصلنا لكام؟ ده هيوصلنا ل 5 5 فولت. هيقرا كام؟ 5 فولت، يعني ايرور حوالي 15%. يعني قربت، لما عليت مقاومه الفولت ميتر عليت الريدنج بتاعتي، ان عليت الاكيرسي بتاعت الريدنج بتاعتي تقريبا بقيت صح. طب يعني لسه شويه، طب ايه رايك ان احنا نعليها اكتر واكتر؟ نخليها مثلا وليكن ادي ال 3 اوم بتاعتنا وادي ال 2 امبير بتاعتنا. تعالى مثلا نخلي الفولت ميتر نعليها بقى خالص، نخليه مثلا عنده فولت ميتر ريزيستنس ب 6000، ساعتها الفولت يقرا كام؟ او الفولت ميتر يقرا كام؟ اي في ار يعني 2 تايمز 6000 في 3 على 6000 زائد 3 هيقرا كام؟ 5.99 فولت، تقريبا 6. يعني واضح ان انا كل ما كنت بعلي الفولت ميتر ريزيستنس كل ما كانت قرايتي بتقرب للقرايه الصح، لان انا عارف ان القرايه الصح كام؟ 6 فولت. فكل ما كنت بعلي المقاومه بتاعت الفولت ميتر نفسه مره 3 اوم، طب لما كانت 3 اوم الكرنت اتقسم فبقى 3 فولت، طب خليتها 15 اوم بقت القرايه 5 فولت، فالقرايه بدل ما كانت 3 بقت 5 وعماله ايه؟ تزيد، خليتها من 15 اوم خليتها 6000 اوم، ساعتها القرايه اتحركت من 5 فولت ل 5.997 فولت، يعني كده بقرب للصح. يبقى اذا كل ما الملتبلاير قيمته تزيد، لان الفولت ميتر مقاومته عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه؟
جالفانو مالتي بلاير. فكل ما زود الريزيستنس دي كل ما كانت كبيره، كل ما كانت ريزيستنس الديفايس كله كبيره، لان الار ايكويفالنت هنا هما دول متوصلين ازاي؟ متوصلين سيريس، يبقى اذا ار جي بلس ار ام. الار جي دي ثابته لان الجلفانو مقاومته ثابته. انت بقى كل ما تيجي تزود الار مالتي بلاير الار ايكويفالنت بتايه؟ بتزيد. كل ما تزود الار ايكويفالنت، ركز بقى في الحته دي، ادي الريزيستنس عليا، عايزين نقرا الفولتج بتاعها او البوتنشال ديفرنس بتاعها وات الكرنت، وادي الفولت ميتر. كل ما اخلي الفولت ميتر ده الار بتاعته، تعال نكتبها ار فولت ميتر، كل ما تخلي الار فولت ميتر، كل ما تخلي الار فولت ميتر عاليه، كل ما كان الجزء اللي هو بيسحبه من الكرنت قليل، كل ما كان الكرنت اللي بيطلع هنا كرنت قليل، كان بي نجلكتد اللي هو هنسميه اي جي، اللي بالميكرو اللي بالملي والمايكرو فولت، اللي يدوبك يكون كافي ان يعدي في الجلفان ويسبب تورك ويسبب ريدنج معينه. واغلب الكهرباء تمشي فين؟ اغلب الكهرباء تمشي هنا. ففعلا الريدنج بتاعتنا تبقى كام؟ اي في ار، تبقى هي القرايه الصح. اوكي، يبقى كل ما الفولت ميتر ريزيستنس تعلى، كل ما يسحب كرنت قليل من الكرنت اللي داخل اصلا من بره. اوكي، وبالتالي في اكيرسي في الريدنج بتاعتك. طيب يبقى اول حاجه المالتبلاير عملها لي، عمل لي اكستند للرينج اوف ريدنج، دي خلاص فهمناها. بدل ما كنت بقرا بالملي والمايكرو فولت، انا بقيت اقرا بالايه؟ بالفولت. طيب عملت ايه تاني؟ خليت الفولت ميتر كله مقاومته ايه؟ عاليه قوي، وبالتالي بقى يسحب كرنت نيجلكتد، كرنت قليل قوي، وبالتالي ده مش هيأثر في القرايه بتاعتي. رقم ثلاثه، وقريت لك بارقام، انه بيزود الاكريسي بتاعتي، بيخلي عندي دقه عاليه قوي، بدل ما كان بيقرا مثلا زي المثال اللي فات، بدل ما يقرا لي 3 فولت و5 فولت، لا اخلي اعلي مقاومته اكتر واكتر، فبالتالي يقرا لي تقريبا 6 فولت اللي هو الرقم الاصلي او الرقم الحقيقي، فهو بيعلي الاكريسي. ده رقم 3. رقم 4 طبعا، بما ان الرينج زاد فالسنسيتيفيتي قلت، زي بالظبط المثال بتاع الميزان اللي اتكلمنا فيه في الجزء بتاع الاميتر، ان انت دلوقتي بقى عندك فولت ميتر بيقرا بالايه؟ بالفولت، فلما تيجي توصله انه يقرا حاجه بالملي والمايكرو فولت مش هيقراها، ان هو بيقرا بالايه؟ بالفولت، مش هيقرا لك بالملي والمايكرو. تعال نتكلم على الاثباتات. دلوقتي انا عندي اتنين ريزيستنس متوصلين ان سيريس، ار جالفانو ار مالتي بلاير، الاتنين معدي فيهم كارنت اسمه اي جي، الفولت اللي هنا اسمه في جي، والفولت اللي هنا اسمه في ام، والفولت كله اسمه في، في توتال. يبقى الفي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفي جي زائد الفي ام. طب الفي جي دي اللي هي كام؟ اللي هي اي جي ار جي، والفي ام اللي هو اي جي ار ام. ما تقوليش اي ام ار ام، ما فيش اي ام اصلا، ما هو الاثنين سيريس في نفس الكرنت اللي اسمه اي جي. طيب ده كده شكل القانون. اقدر ان انا كمان اخد الاي جي كوم من بره، فيبقى عندي ار جي بلس ار ام. تمام، ده كده شكل القانون. طيب ممكن من هنا من الايكويشن دي كده، من الايكويشن دي اجيب الار ام في ناحيه لوحدها، فشكل القانون يعمل ازاي؟ الار ام ايكوال في ماينس في جي ديفايدد اي جي، وده برضو منطقي زي ما قلت لك. يعني انت حاول تشوف اللي ورا المعادله، في ماينس في جي ده يدينا ايه؟ يدينا الفي ام. ما هو الاثنين، بص الاثنين اصلا هما يدوك الفي، الفي جي والفي ام يدونا الفي، فلو عملت في ماينس في جي عملت دول ماينس بعض، ده يديني ايه؟ يديني الفي ام. طب الفي ام لما اقسمها على الاي جي يديني الار ام. لما اقسم الفي ام على الاي جي كارنت اللي معدي يديك الريزيستنس الموجوده اللي هي الار ام. كده بقى عندنا كام قانون؟ كده عندنا قانونين، ار مالتي بلاير والفي ماكس. ممكن تحفظ واحد تعمل شيفت صوف. تعالى برضو كالعاده نرسم الجراف بتاعنا، علاقه الار ام بالريدنج بتاعتنا. القانون والله بيقول اي جي ار جي بلس اي جي ار ام. طب كالعاده لما احط الاكس اكس بزيرو، لما احط الار ام بزيرو، الجزء ده يتلغي، فيبقى ال V equal positive V G، يبقى نقطة هنا كده والجراف يبقى دايركت، والنقطة دي اسمها ايه؟ اسمها V G.
يبقى العلاقه بينهم دايركت، كل ما تزود الريزنس كل ما تزود الفولت. طيب والسلوبين هيكون ايه؟ لما اقسم في ماينس في جي على ار ام ده يدينا ايه؟ ده يدينا طبعا اي جي. من هنا في ماينس في جي ديفايدد الار ام يبقى لك ايه؟ يبقى لك الاي جي. يبقى السلوب بتاعنا هيكون اي جي. يبقى احنا كده اثبتنا القانون خلاص، وعرفنا ممكن نستخدم دوت او دوت لما يطلب منك الفي ماكس او يطلب منك الارمات الطاير. وطبعا الار ايكويفلنت هنا ان هما الاثنين متوصلين سيريس فنعملهم بلس، او طبعا في على اي، بس الفي هنا الفي ماكس اللي هو الفولت كله ديفايدد الاي جي كارنت اللي معدي. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اقول لك ان هي في الفي توتال ديفايدد الكارنت اللي معدي اللي هو اسمه اي جالفانو، ده يدينا الار ايكويفلنت للار جي بلس الار ام. طيب بما ان السنسيتيفيتي قلت برضو نفس الكلام اللي قلناه في الاميتر، بما ان السنسيتيفيتي قلت، السنسيتيفيتي قلت ليه؟ عشان انت زودت الرينج اوف ريدنج، وبالتالي هو زمان كان بيقرا في جي، دلوقتي هو بيقرا في. زمان لما كان جلبانه بيقرا بالملي والمايكرو فولت كان اسمه في جي، دلوقتي بيقرا في. طب ده ايكوال كام برضو؟ ايكوال جلبانه على جلبانه زائد الملتبلاير، القديم على القديم زائد الجديد، عكس اللي قلتها في الاميتر. خد بالك في الاميتر انا قلت لك ايه؟ لما كنا بنكتبها كنت بكتب كده، كنت بكتب اي جي على اي ايكوال شنط على جلفانو زائد الشنط اللي هي المقاومه الجديده اللي اسمها شنط على القديمه زائد الجديده اللي هي ار جي بلس ار اس. انما هنا في جي على في هتبقى ار جي على ار جي بلس ار ام. طيب عظيم، تعال نشوف بقى اللي يحصل ل السنسيتيفيتي. طبعا السنسيتيفيتي بيتقل بمجرد ما نركب مالتي بلاير، فبيقول لي في السؤال كالكوليت ار مالتي بلاير ذات ديكريز السنسيتيفيتي تو 1 على 4. برضه عايز يقلل السنسيتيفيتي الربع، فاجي اقول له ده الفي جي على في ايكوال ربع، يعني الفولت زاد اربع مرات من اللي كان بيقراه زمان. واعمل ايه بعد كده؟ اعوض في القانون. القانون بيقول في ماينس في جي على اي جي. طب الفي بكام؟ ب 4 في جي، 4 في جي ماينس في جي على اي جي. طب 4 في جي ماينس في جي 3 في جي على اي جي زي ما هي. طب مين بقى في على اي؟ مين في جي على اي جي؟ ده اسمه ار جي. يبقى اذا الار ملتبلاير ايكوال 3 ار جلفان. يعني ايه؟ يعني لما احب ان انا اقلل السنسيتيفيتي للربع هخلي الملتبلاير 3 اضعاف الجلفان. تمام. طيب تعال ناخد مثال كمان، كالكيوليت برضو الار ملتبلاير ذات ديكريز السنسيتيفيتي تو 1 اوفر ال 5. فده على طول معناه ايه؟ ان ال v ايكوال 5 في جي، ان السنسيتيفيتي لما تقل ل 1 اوفر 5 يبقى الفولت ميتر ريدنج او الرينج بتاعه زاد 5 تايمز، 5 تايمز اللي كان بيقراه زمان اللي هو الفي جي. وارجع اعوض في القانون، ار ملتبلاير ايكوال في ماينس في جي، ما هي الفي خلاص معايا ب 5 في جي فانا عوضت انا على طول، في ماينس في جي فالفي ب 5 في جي يبقى 5 في جي ماينس في جي على اي جي. طيب 5 في جي ماينس في جي ب 4 في جي على اي جي. تاني مين ال في جي على ال اي جي؟ اسمه ار جي. يبقى ال ار ملتبلاير ايكوال 4 ار جلفان. دي مين دي؟ دي الريزيستنس اللي هتخلي السنسيتيفيتي تقل لخمس 1 اوفر 5، فتزود الريدنج فتزود الرينج بتاعي خمس اضعاف. كالعاده هتاخد بالك ان كل مره بنعمل ايه؟ لما قال لي والنبي قلل لي السنسيتيفيتي للربع بقت ار، بقت 3 ايه؟ بقت 3 ار جي، يعني الرقم ده شقلبناه ونقصنا واحد. نفس الكلام، واحد على خمسة شقلبناه فبقى خمسة، ماينس واحد في أربعة أهو. فقلنا خلاص تعالى بقى نعمل إيه؟ نكالكيليت الـ R multiplier that decrease السنسيتيفيتي تو 1 أوفر N، أيا كان الرقم بقى، واحد على خمسة، واحد على أربعة، واحد على ثلاثة، هيبقى الـ multiplier equal الرقم ده نقلبه يبقى N ونقص منه واحد في الارجل فعلا. يبقى هو ده القانون
اللي انا هشتغل بيه برضو زي ما شفنا في الاميتر. بس هناك في الاميتر كان الشنت ايكوال الجلفانو ديفايدد ان ماينس 1، لانك بتصغر الريزيستنس فبتقسم على ال ان ماينس 1. انما الملتبلاير من اسمه ملتبلاير، ملتبلاي بيضاعف، يبقى هعمل الار جي ملتبلاي ان ماينس 1، يبقى احنا كده شفنا القوانين بتاعت السنسيتيفيتي لما يقول لي هات لي الار ملتبلايرز ديكريز سنسيتيفيتي تو كذا. شفنا الجرافس خلاص. هنا الجراف ده ال V minus V G تبع طبعا اللي هو ال V M، فانت عرفت ال R M بال V M direct، والسلوب برضه هو I G، يبقى ال V M equal I G في R M طبيعي، ال V equal I في R. لما تقسم ال V M على R M ده يدينا I G. تعال نشوف الأسئلة. بيقول لي calculate the multiplier resistance decrease the sensitivity to quarter. خلاص أنا عايز يقلل السنسيتيفيتي للربع، عايز يقلل السنسيتيفيتي ل 1 over 4. أقلب الرقم أو أكتب القانون الأول الـ R multiplier equal N minus 1 R جلفان. مين الـ N؟ إن شقلب الرقم اللي هو عايز يقل إيه ده؟ اللي هي الربع؟ يقلل الربع يبقى أقلبه، يبقى 4 minus 1 R جلفان، يعني 3 R جلفان. وممكن طبعًا تشتغل بالطريقة دي، بدي طريقة ودي طريقة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جلفانوميتر of resistance RG، ده كده الـ R جلفانو، connected لـ multiplier 2 RG. To convert it to a voltmeter of range reading V1. يبقى V1 دي بتساوي كام؟ IG افتح براكت RG زائد RM. I في R عادي جدا، ال V equal I في R مفيش مشكلة. فنبدأ نعوض IG في RG بلس RM، ال RM الأولانية ب 2 RG، 2 RG يعني كله كام؟ 3 IG RG. عظيم، ما هو ار جي و2 ار جي 3 ار جي، 3 ار جي في الاي جي 3 اي جي ار جي. عايز تبسطها ممكن تقول لي 3 في جي، لان الاي في اي جي ار جي هي في جي. طيب بيقول لي بقى كده بقى ايه؟ If this galvanometer is connected to a multiplier of 5 ار جي، تعالى بقى نجيب القرايه الجديده، هتبقى اي جي ار جي بلس ار ام. يلا نعوض الاي جي زي ما هي، ار الجالفانو زي ما هي، الار ملتبلاير الجديد بخمسة في جي، اكتب خمسة في جي، سوري خمسة ار جي، اكتب خمسة ار جي ايكوال اي جي. طيب خمسة ار جي وار جي ستة ار جي، ستة ار جي في اي جي يبقى ستة اي جي ار جي، يعني ممكن تكتبها ستة في جي. يبقى الاراية بتاعتي دي بتساوي كام من الاراية القديمة؟ انت بص على الانسرز كلها، الانسرز كلها ان ترم اوف V1، يعني كم من V1؟ كم من الأرية القديمة بتاعتك؟ الأرية القديمة بتاعتي اللي هي اسمها V1 هي عبارة عن 3 VG، الأرية الجديدة بتاعتي هي 6 VG، يبقى ضعفها ولا لأ؟ ضعفها، الستة ضعف التلاتة، يبقى أنا V2 دي عبارة عن 2 V1. طيب أنا مش عارف برضو أستنتجها، أو مش عارف إن أنا أفهمها مع نفسي كده، خلاص هعمل ريشيو، هعمل ريشيو، هرجع أقول V1 over V2. الفولت الاولاني جبناه مع بعض ب 3 في جي، والفولت الثاني جبناه ب 6 في جي، يعني بواحد على الاثنين. اعمل بقى كروس ملتيبليكيشن كده وهات لي في 2 في ناحيه لوحدها، هتلاقي ان ال في 2 ايكوال 2 في 1. خلاص يبقى الايكويشن بتاعتنا الانسر سي. السؤال اللي بعده، فولت ميتر اوف ريزيستنس 3000 كان ميجر ماكسيمم بوتنشال ديفرنس اب تو 6 فولت. عندنا فولت ميتر مقاومه 3000 بيقرا كام؟ 6 فولت. If this connected to a multiplier RM هنوصله بـ R multiplier to get its reading أو its range increase by 3 فولت. Then its value. طيب الـ R multiplier القانون بتاعها V minus VG divided IG. ماشي. الـ V بكام؟ هو بياخد بالك بيقول لك increase by 3 فولت، يعني هتزود عليه 3 فولت، يبقى 6 زائد 3 9. تاني هو في الاول كان بيقرا 6، انا عايز انكريز ريدنج باي 3، يبقى 6 بلس 3 مالكش انكريز ريدنج 2. وبعدين انكريز تو 3 ازاي؟ ما هو انكريز تو 3 بقى هو كده بيقللها، كان بيقول لك بقى ديكريز تو كذا، لما بيقول لك انكريز باي 3 فولت يبقى هتزود عليها 3 فولت. اتكلمنا فيها كتير قوي الحته دي. 9 ماينس 6 ديفايدد الاي جي
فين الاي جي؟ مش معاك الاي جي. طيب ممكن نحاول نحسبه ازاي؟ ما هو الاي جي ده هو عبارة عن الفي جي على ار جي، اللي هي 6 على 3000، اللي هو ايه؟ القراية الأولانية اللي هي 6000 على 3000، الفي على الار. يبقى هرجع أعوض هنا عن الكرنت 6 على 3000، 6 ديفايد 3000، ونكتب كل الكلام ده على الكالكليتر، هيطلع معاك 1500. نيجي للسؤال اللي بعده. There are 3 voltmeters of same range. عندي كذا فولتميتر، واحد مقاومته 500، واحد مقاومته 5000، وواحد مقاومته 10000. The most accurate voltmeter which one؟ طب احنا شفنا مع بعض من شويه قدامك اهو بمثال ان كل شويه كنت بعلي الفولتميتر اهو. مره خليت الفولتميتر مقاومته 3، ده في رقم واحد. مره تانية خليتها ب 15، اهي. مره تانية خليتها ب 6000. كل ما كنت بعلي الفولتميتر ريزيستنس كنت بلاقي ان القرايه بتاعتي بتقرب للقرايه الصح. القرايه الصح كانت كام لو انت فاكر؟ كانت 6 فولت. فلما ركبت فولتميتر مقاومه ضعيفه قرر لي 3 فولت، يعني ايرور 50%. لما زودت المقاومه شويه من 3 اوم ل 15 اوم، الريدنج بتاعتي بقت 5 فولت، لسه في ايرور لان القرايه بتاعتي اصلا 6، فهو بقى قرا لي 5. امال بقى عملت ايه لما زودتها خالص ل 6000 اوم؟ زودتها قوي قوي قوي، لقيت ان القرايه بتاعتي تقريبا بقت 6. يبقى الموست اكيوريت فولت ميتر هو اللارجست ريزيستنس فولت ميتر، اكبر واحد فيهم كلهم، اللي هو مين طبعا؟ اللي هو اللي عنده 10000. كلهم ما لهمش نفس الاكيوريسي طبعا، لا، اعلى ريزيستنس هي اعلى اكيوريسي، لان اكبر ريزيستنس هتساعد على ان الكرنت لما يجي عند النقطه دي، ادي الفولت ميتر يا سيدي اهو، وادي الار بتاعتك اللي انت عايز تقيس الفولت عندها بكام، وادي الاي. كل ما كان مقاومه الفولت ميتر بتاعك ده مقاومته عاليه قوي 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 قوي، ده ساعد على ان الكرنت لما يجي هنا اغلب الكرنت يخش هنا، تقريبا جزء بسيط قوي اسمه اي جي يعدي فوق بالملي والمايكرو، حاجه كده كان بينجلكتد. فكل الكرنت يخش فين؟ في الريزيستنس بتاعتنا. يبقى الريدنج بتاعتي هتكون فعلا اي في ايه؟ اي في ار، الاي اللي بره دي في الار دي. يبقى كل ما الفولتميتر عنده مقاومه اعلى كل ما كان الفولتميتر ده اكيرت. عندنا بقى انواع من المسائل اني بحول الاميتر لفولتميتر والعكس، من الفولتميتر لاميتر. فاول سؤال كده بيقول لي الاميتر becomes voltmeter. تعال نشوف. sensitive galvanum عنده resistance 4 اوم. قمت راسم resistance 4 اوم اهي موجوده. the maximum current passes through it is 1 ملي امبير. اجي كده ارسم ان الكرنت اللي هنا 1 ملي امبير. طيب the coil is connected in parallel مع resistance 1 اوم. اجي بوصل مع ال 4 اوم دي parallel 1 اوم تاني. to make one device، عشان دول كده على بعضهم يبقى جهاز واحد اللي هو اسمه ايه؟ اميتر. ما هو غلفانه بارل مع حاجه بدا اميتر. الاميتر ده كله هوصله ان سيريس مع مقاومه ب 999.2. دي كده اتمرن الملتبلاير. بيقول لي هات الماكسيمم ريدنج. طب دلوقتي بالعقل كده، مش هو القانون بتاعنا اصلا اي جي في ار جي بلس اي جي في ار ام، مش هو ده القانون بتاعنا؟ لاحظ معايا المشكله. الاي جي كام عندك؟ 1 مللي، يعني 10 باور نيجاتيف 3. مين الار جالفانو هنا ب 4 اوم؟ كده انا جبت الفولت اللي فين؟ اللي هنا، لان الاثنين بارلل فمش فارقه خلاص. لان الفولت اللي فوق يبقى هو الفولت اللي تحت بلس. مكتوب عندي هنا اي جي ار ام، يعني اخد ال 1 مللي دي اعملها ملتبلاي 9000 900 قصدي. هو الاي اللي هنا، سؤال بس، الاي اللي هنا هو الواحد ملي؟ ها كده لان لسه في كارنت هيبقى هنا تحت، هيتجمعوا هما الاثنين عند النقطه دي وبعد كده يخشوا هنا. فالاي جي دي مش هي الاي جي اللي انا عارفها، ده لازم يجيب الاي توتال بقى. اوكي،
فهجيب الاي توتال ازاي؟ يبقى همسح الكلام اللي انا كاتبه ده واروح اعمل ايه؟ احسب الاول الكرنت اللي جاي من بره. الكرنت اللي جاي من بره بكام؟ احسبه ازاي؟ ممكن احسبه بقوانين شابتر 2 اللي هو اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي، هيطلع معاك 5 مللي. وطبعا ممكن تستخدم قوانين شابتر 1، ما هو انا معايا الكرنت اللي فوق ب1 ومقاومته 4، المقاومه اللي تحت ب1، يبقى الكرنت اللي فيها ب4، 4 مللي امبير. عملت ايه؟ قلت اي اون ار 1 اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2، عادي جدا، فقدرت تجيب الكرنت اللي تحت. طب ما انا لو معايا الكرنت اللي تحت والكرنت اللي فوق، يبقى الكرنت اللي بره مجموعهم 4 و1 5، 5 مللي امبير اهو، نفس الانسر. عايز تشتغل بقانون شابتر 2 اشتغل، عايز تشتغل بقانون شابتر 1 اومز لو اشتغل، لان الاثنين في الاخر حاجه واحده بس الصوره مختلفه مش اكتر. طيب يبقى انا كده بقى معايا الكرنت اللي ماشي هنا قيمته 5 مللي امبير. والفولت ميتر يا سيدي او الفي ماكسيمم هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفولت اللي هنا بلس الفولت اللي هنا. خلاص كده بقى اقدر اعمل ايه بقى؟ اقدر ارجع اقول اي جي ار جي يبقى 1 مللي في 4 بلس 5 مللي في الثلاث تسعات دي، يطلع معاك الفولت ميتر ريدنج. مستر طب انت كده هنا اي توتال ار توتال برضه مفيش مشكله، ان الفي ماكس عندي ب5، الاي ماكس قصدي ب5، في الار ايكويفلنت بتاعت السيركت كلها اللي هي ايه، اخد دولت بارل الاربعه والواحد اخدهم بارل مع ال 1000 اوم، يبقى انا كده جبت الايه؟ الار ايكويفلنت معايا الاي توتال اضربهم في بعض اجيب الفي توتال. يبقى عايزك تفهم ان هنا مش هينفع امشي ورا القانون وخلاص في الاول، ما ينفعش اقول اي جي ار جي بلس اي جي ار ام، ما هو في المساله دي الكرنت الاي جي، في المساله دي الكرنت الاي جي اللي هو اللي هنا اللي هو الواحد ملي امبير مش هو اللي مشي هنا، فاهم؟ هي دي المشكله، فما اقدرش اقول ان اي جي ار جي بلس اي جي برضو اللي هو الواحد ملي امبير في ال 9000 او في ال 900 دي، لا ما ينفعش. لازم ساعتها اجيب الايه؟ اجيب الكرنت الاول اللي ماشي هنا اللي بره اللي هو اللي جاي من بره خالص ده، فتجيبه بقوانين شابتر 2 عادي جدا زي ما انا عملت هنا قدامك اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي، يا اما تستخدم قوانين شابتر 1 ان جبت الكرنت تحت، جبت الكرنت في البرانش ده، ما انا عارف ان هنا في 1 ملي امبير فاقدر اعرف اللي هنا 4 ملي امبير اجمعهم يبقى اللي هنا كام؟ 5 ملي امبير. وبعد كده يا مستر عملت ايه؟ جبت الفولت اللي هنا وجبت الفولت اللي هنا وجمعتهم على بعض بس كده. كده انا عملت ايه؟ حولت الاميتر لفولت ميتر. ففي صيغه ثانيه عايزك تكتبها معايا، ممكن لو انت مش برضو لسه في مشكله في شابتر 1 ومش فاهم الدنيا مش ازاي، فاعرف معايا ان القانون شكله اتغير بقى اي اي ار اي، اي اميتر ار اميتر بلس اي اميتر ار ملتبلاير. اوكي بقى ده شكل القانون خلاص، طالما هحول اميتر لفولت ميتر، مش انا في الاول كنت بحول جلفانو لفولت ميتر فكنت اقول اي جي ار جي بلس اي جي ار ام، دلوقتي لو بحول اميتر لفولت ميتر يبقى اقول اي اي ار اي بلس اي اي ار ام، منطقيه جدا. وان الاي اي ده اللي هو مين؟ مين الاي اي؟ الاي اميتر الكرنت اللي داخل في الاميتر اللي هو الكرنت اللي فين؟ الكرنت اللي داخل هنا اسمه اي اميتر اللي هو الاي توتال يعني، فانت هتروح تحسبه الاول خلاص ازاي برضو بقوانين شابتر 2 اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي. اكتب برضو القانون ده عندك، ده لو انت مش عارف تتعامل بقوانين شابتر 1 او حتى بالفهم كده اللي احنا عملناه. الطريق الثالث انك تكتب القانون ده وتمشي معاه. في النهايه الثلاثه واحد اصلا، بس يعني احيانا في ناس بتفهم كده وكده وكده، براحتك. العكس بقى، عايز احول الفولت ميتر لاميتر، تعال نشوف. سنسيتيف جالفانو اوف ريزيستنس 50 اهو رسمته، فول سكيل ديفليكشن 0.002، يبقى انا الكرنت اللي عندي هنا اللي ماشي في الجالفانو 0.002. طيب كونكتد لمالتبلاير ب450، رسمت جنبيه 450 مالتبلاير مفيش مشكله، حولته للفولت ميتر، هات لي الماكسيمم رينج بتاعته، بسيط اي جي ار جي بلس اي جي ار ام، عوضت طلع معايا 1 فولت. السؤال it is desired to use the فولت ميتر، عايز يحول الفولت ميتر اللي قدامك ده يحوله انه يقرا ايه؟ كارنت، عن طريق انه يركب له شنط ب 0.1. هاجي كده ارسم
شنت 0.1 لمين؟ للفولت ميتر كله. ما هو ده كده يا شباب اسمه فولت ميتر، هوصل للفولت ميتر ده كله شنت وقامته 0.1. بيقول لي بقى ايه؟ هات لي الماكسيمم ريدنج. تعالى برضو نشوف القانون كان بيقول ايه، ونشوف شابتر 1 بيقول ايه، ونشوف القانون الجديد هيقول ايه. بص يا سيدي، والله بالمنطق كده انا عايز الكرنت اللي جاي من بره. القانون عندي كان بيقول اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي. طب الاي جي يا مستر 0.002، الار جي 50 على ار اس 0.1 بلس اي جي اللي هي 0.002. طب يا مستر هو الدنيا حلوه اهو، كل حاجه معايا، فين المشكله؟ المشكله انت مش مركز في الكتابه، انت عملت عوض وخلاص. بص يا سيدي، انت عملت ايه؟ 0.002 في 50 صح؟ يعني انت جبت الفولت فين؟ جبت الفولت هنا، ها قمت رسمه على 0.1، يعني رجعت عملت ديفايدد الريزستنس دي. طب معلش ده يدينا ايه؟ لما اخد الفولت بتاع جزء في البرانش اللي فوق واقسمه على الار اللي تحت، ده يديني ايه؟ ولا حاجه، ده اي كلام. امال اعمل ايه الصح يا مستر؟ ان انت المفروض تقول لي لا، الكرنت اللي هنا 0.002 في ريزيستنس الفرع اللي فوق كله اللي هي ال 500 كلها، ال 50 زائد 450، اشمعنى يعني؟ عشان اجيب الفولت في المنطقه اللي فوق كلها. ليه؟ لان الفرع اللي فوق كله هو ده اللي بارلل مع الفرع اللي تحت، وبالتالي اعرف اقول ان الفي ثابته، فالاي في الار والاي في الار، واجيب الايه؟ واجيب الكارت. يبقى كان الصح هنا اني ما اعملش تايمز 50، لا ده انا اعمل تايمز 500. ليه؟ عشان اجيب الفولت هنا كله. طب ما الفولت فوق هو الفولت اللي تحت، خلاص اقسمه بقى على 0.1 عادي عشان فعلا تجيب الايه؟ الكارنت اللي تحت اللي هو الاي اس. فلما تجمعهم على بعض فعلا يبقى اي اس بلس اي جي يديني فعلا الاي توتال. دي اول طريقه. طيب الطريقه الثانيه، اعتبر نفسك في مساله شابتر 1، الكارنت هنا 0.002 امبير، وانت عايز الكارنت اللي بره اللي اسمه الاي توتال، وانا عايز الكارنت اللي هنا اللي تعالى نسميه اي اس مثلا او اي 1 يا سيدي، اي 1 وده نسميه اي توتال. انا عايز اي 1، هعمل ايه؟ ما هو الاي في على ار، الاي 1 هي في على ار، الار بتاعي كام؟ 0.1. طب الفولت بكام؟ الفولت هنا مش معايا، فهجيبه من الفرع اللي بارلل ليا اللي هو الفرع اللي فوقيه. الفولت في الفرع اللي فوق بكام؟ ها برضو 0.002، خدهم سيريس 50 و 50 500، يطلع معاك كارنت زي ما يطلع كده. انت جبت الكارنت اللي تحت ومعاك الكارنت اللي فوق، اعمل ايه؟ اجمعهم على بعض هيطلع معايا 10 امبير. يبقى انا عارف ان مقام الكارنت اللي تحت ب 10 امبير، الكارنت تحت 10 امبير وفوق 0.002 امبير. يبقى اللي بره بكام؟ اجمعهم على بعض يبقى 10.002 امبير، بس كده. طيب اكتب بقى عندك القانون التالت، اكتب عندك الصورة التالتة. يعني القانون كان بيقول اي جي ار جي على ار ام، القانون كان بيقول اي جي ار جي على ار اس. لا دلوقتي هيقول ايه؟ اي فولت ميتر ار فولت ميتر على ار ام بلس اي فولت ميتر. ما انا دلوقتي بحول لما كنت بحول الجلفان لاميتر كنت بقول اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي. طب ما انا دلوقتي بحول الفولت ميتر لاميتر، فهقول اي في ار في على ار اس بلس اي في. اوكي، طب مين الاي في ده؟ الاي في ده الكارنت اللي ماشي فوق اللي هو اصلا اي جي يعني. طب والار في دي مقاومه الفرع اللي فوق، تمام؟ بس كده كلهم هيأدوا لنفس الحل في النهايه.